هناك شخص كان يوزع مطويات وأذكار داخل الحرم، فمنعته من ذلك وبينت له أن ذلك يفتح بابا للمبتدعة في توزيع بدعهم ومنشوراتهم، فهل فعلي صحيح؟ نعم، هذا صحيح، أنك تنصحه وتقول هذا ممنوع، فإذا لم يمتثل تبلغ المسؤولين عن الحرم لأجل يمنعونها. هذا ممنوع، لا أحد يوزع في الحرم لا كتب ولا مطويات ولا شيء. فإن إذا نصحته امتنع فالحمد لله، إذا لم يمتنع بلغ المسؤولين عن شؤون الحرم، نعم، ليمنعوه.